خبر مشاهدينا، انتهت فقرتنا الإخبارية هذا الصباح. تعالوا بقى نشوف أول تقرير معانا. زيارة تفقدية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في مركز الإقليمي لنقل الدم بالعباسية، وتوجهت بعد كده الوزيرة إلى المركز القومي لنقل الدم الرئيسي السويسري داخل شركة فاكسيرا بالعجوزة، وكان ذلك بهدف طبعا الوقوف على الخدمة المقدمة ووضع خطة لتطوير مراكز نقل الدم بشكل عام لتقديم خدمات أشمل للمريض المصري. مشاهد مراكز الدم هي مراكز عندنا حوالي 28 مركز إقليمي، من أهمهم مركز العباسية ودار السلام والعجوزة، وفي مراكز كبيرة جدا عندنا في كل أنحاء الجمهورية في 27 محافظة. إحنا بندخل خدمة جديدة وبندخل نوع من التبرع جديد لسه بنمهد ليه، بنشوف الأماكن، التبرع بالبلازما، وده لاحتياج مصر الشديد للنوع ده من المنتجات أو مشتقات الدم. احنا جينا علشان نشوف الاماكن اللي ممكن تبقى عندنا بالمعايير العلمية ممكن نعمل فيها مراكز تجميع، لان طبعا احنا عارفين ان الاحتياج الشديد، وقد كده البرودكت ده او المنتج ده 100% استيراد من بره، فاحنا محتاجين ان احنا يبقى منا احسن ويبقى عندنا المتبرعين ليه، وده يبقى احسن للمواطن المصري. بيجينا متبرع بنعمل عليه الفحوصات اللي هي مفروض نقبل بيها المتبرع، زي السن والجودة والهيموجلوبين بتاعه، بنعمل تحليل هيموجلوبين قبل التبرع ونشوف هل هو مناسب ان هو يتبرع ولا لا، عنده امراض ولا لا. لو عنده امراض معينه ما بيتبرعش بيها، زي الضغط والسكر والقلب وامراض نقص الدم، يعني ممكن يكون عنده انيميا، فما بنقبلش حد يتبرع عنده انيميا. بعد كده المتبرع بيجي بيتبرع بالوحدة بالدم بتاعه، بنعمل تحاليل الفحوصات اللازمة زي تحليل الفيروسات وتحليل الاي بي او فصيلة الدم، والحاجات دي طبعا بتبقى دي المتبرع بالمجان بيطمن بيها من خلالها على صحته، وبرده بنقدم خدمة للمريض ان الدم اللي بيتنقله لازم يكون سليم 100%.